السلام عليكم. مثالنا اليوم عبارة عن خزان على شكل نصف كرة مملوء بالماء، نصف قطره R capital ويوجد ثقب في أسفل الخزان نصف قطره R يسمح بخروج الماء أو تدفق الماء للخارج من جراء الجاذبية، ويريد أن نجد علاقة بين ارتفاع منسوب الماء في هذه الخزان النصف كروي كدالة للزمن، وبنفس الوقت نريد شقد الوقت اللازم حتى يفرغ هذا الخزان. طبعا هسه أنا عندي علاقتين، العلاقة الأولى هي تغير بالحجم، هو مثل ما تعرفون حضراتكم مساحة القاعدة في الارتفاع، فراح يكون عندي هنا متغيرين، الأكس متغيرة كل ما ينزل منسوب الماء، هاي قيمة الأكس راح تتغير، وقيمة الواي راح أيضا تتغير كل ما ينزل منسوب الماء، فراح يكون علاقة دي في يساوي ماينس باي اكس سكوير في دي واي. وبنفس الوقت علاقة الكونتينيوتي أو التصريف الحجمي الكيو يساوي دي في في اي، فسرعة الجريان مثل ما أخذناها بالمثال السابق هي 2 جي واي مضروبة في مساحة المقطع العرضي للدرين أو الفتحة اللي هي باي ار سكوير في دي تي. أكيد الدي في هذه راح تساوي لي أساوي المعادلتين بعد تبسيطهم راح أحصل على فصل الحدود، المعاملات اللي بيها تي على صفحة والمعاملات اللي بيها واي على صفحة مثل ما تشوفون حضراتكم، وبجراء عملية تكامل بسيطة راح نحصل على علاقة رياضية هي هذه اللي هي واي مع مراعاة الأسس، وهذا الجزء أيضا بي واي، وهذا الجزء الأيمن منها بي فقط تي. فعندما أعوض طبعا الآر ثابت والجي ثابت والآر كابتل ثابت، أعوض أي قيمة للتي راح أحصل على واي. حتى طلع قيمة ثابت التكامل سي راح أعوض عندما الزمن تي يساوي صفر الواي يساوي لآر. ليش؟ لأن راح يكون واي هو عبارة عن نصف قطر هذه الخزان النصف كروي، فأعوض بدل كل تي صفر في هذه المعادلة وبدل كل واي بي آر راح أحصل على قيمة الثابت سي هو هذا، أرجع أعوضه في المعادلة الأصلية طلعت في هاي المعادلة النهائية. الواجب لحضراتكم أريد شقد الزمن اللازم، يعني تي يساوي شقد حتى يكون التانكي فارغ. كملاحظة تي يساوي عندما تي يساوي لتي نوت يكون قيمة الواي تساوي لصفر، هذا واجب وأشكركم جداً.